نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم السنة القبلية لصلاة العصر؟ ليس لصلاة العصر سنة قبلية، ولكن يستحب أن يصلي قبلها أربعا من باب النفل المطلق، لا من باب أنه راتبة للعصر، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن يصلي قبلها أربع ركعات نافلة من النفل المطلق، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. نعم.